للمزيد معنا المستشار الدكتور محمد مهران، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي. دكتور محمد مهران، ما الذي يمثله هذا الجهد الكبير الذي يقوم به المجتمع في سواء في جامعة الدول العربية أو في المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين، وأصبح يمثل العدد الأقصى 148 دولة معترفة أو تعترف بحق الدولة الفلسطينية؟ كل هذه الامور طبعا يعني تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزز من القضيه وتؤكد على مشروعيه الحقوق وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي نيل دولته ويعني حل الدولتين كما تحدثنا سابقا. وبالتاكيد طبعا اعلان اسبانيا يعني انضمامها للدعوه القضائيه اللي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل بشان انتهاك يعني اتفاقيه منع جريمه الاباده الجماعيه، هذه طبعا خطوه شجاعه جدا وطبعا نقطه تحول هامه في مسار دعم القضيه الفلسطينيه والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني. نشاهد يوميا ممارسات وحشيه من قتل يعني وتشريد واثار وتدمير المنشات المدنيه في قطاع غزه وباقي الاراضي المحتله، يعني لا يمكن وصفها الا بالاباده الجماعيه والجرائم ضد الانسانيه. طبعا هذا التدخل يعني بلا شك سيعزز من الحجج القانونيه للجانب الفلسطيني ويزيد من فرص صدور حكم من المحكمه يؤكد على انتهاك الكيان الاسرائيلي لهذه الاتفاقيه. الاتفاقيه نصت في الماده الاولى والثانيه على ضروره التزام الاعضاء بعدم اتخاذ اي اجراءات من شانها اهلاك جماعه يعني معينه، كما وهي هذه الاوصاف ما يعني ما يحدث في غزه الان ينطبق على هذه الماده. طب دكتور طبعا يعني دكتور مهران، اسبانيا بتستهدف للضغط على اسرائيل وهي ليست الدوله الاولى. طبعا عندنا منع جريمه الاباده الجماعيه مصادق عليها اكثر من 152 دوله، هناك العديد من الدول التي اعلنت بالفعل انضمامها يعني بعد اسبانيا كان عندنا نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا وتشيلي والمكسيك، ومصر طبعا اعلنت انها تنضم وليبيا وتركيا وايرلندا وبلجيكا. كل ذلك طبعا يعني يزيد من الزخم الدولي ويدعم القضيه الفلسطينيه بشكل واضح ويجب يعني دكتور مهران كل الدول. دكتور مهران لو تاذن لي، المجتمع الدولي اشارات كثيره تشير الى انه يتعامل مع هذه القضيه بالتحديد بازدواجيه واضحه وضوح الشمس للمجتمع الدولي ككل. هل هذه المعايير المزدوجة التي يتعامل بها الغرب مع هذه القضية والانحياز الكامل لإسرائيل ضد شعب أعزل وضد الفلسطينيين يعني يمثل يعني ربما إنجاز التعبير هو يمثل انتهاك للقانون الدولي صراحة؟ كيف يمكن طبعا البناء سواء في مجتمعنا العربي أو في مجتمعنا الإسلامي على كل ما تقدم في السنوات الأخيرة من إحقاق حق ودور ووجود الفلسطينيين؟ خلينا نتكلم طبعا احنا واضح الازدواجيه في المعايير والكل بمكيالين، واكبر دليل على ذلك ما حدث في الحرب الاوكرانيه، الحرب الروسيه الاوكرانيه، شاهدنا المجتمع الدولي وخاصه الدول الاوروبيه انتفضت والولايات المتحده وطلبت المحكمه الجنائيه الدوليه باصدار قرارات ضد يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعندما المحكمه حاولت ان تصدر قرار اعتقال شاهدنا ما يحدث من هذه الدول وهي تحاول تعرقل عمل المحكمه وتهدد استقلاليه القضاء. طبعا الدول الان عليها دور كبير، لا نريد فقط يعني الشجب والادانه، والدول العربيه ايضا عليها دور كبير. كان عندنا مجلس الامن المفترض انه له دور كبير، هو يعمل على حمايه الشرعيه الدوليه وهو المسؤول عن حمايه القانون الدولي وسياده القانون، لكن طبعا فقط دوره لم يعني يمارس دوره بسبب الضغوط الولايات المتحده الامريكيه واستخدام حق الفيتو دائما، وهو ما يقتضي يعني الان على الدول كل الدول في المجتمع الدولي او ان كان منظمات دوليه كل من لديه اليه يتخذها ضد هذا الكيان الصهيوني لعزله. يعني الفصل السابع يعني في ميثاق الامم المتحده يتحدث عن فرض عقوبات اقتصاديه ودبلوماسيه، هذه الامور يمكن ان تفرضها الدول بشكل فردي كما حدث في الحرب الاوكرانيه، فتم فرض العديد من العقوبات الاقتصاديه على روسيا، الان نريد ذلك يحدث ايضا على اسرائيل، لابد ان يفرض عليها عقوبات. نعم. كل يعني من لديه اداه يستطيع ان يستخدمها يعني وهذا دكتور مهران ما اكدت عليه الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم المستشار الدكتور محمد مهران، عضو الجمعيتين الامريكيه والاوروبيه للقانون الدولي، شكرا جزيلا لك.